السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، أقدم لكم سلسلة الدروس الإلكترونية لمادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2020-2021، معكم مدرس اللغة الإنجليزية زين العابدين الدراج. Today we have a lecture about vocabulary and spelling, second course, unit 5. اليوم عندنا محاضرة حول موضوعي vocabulary معاني المفردات و spelling اللي هو الإملاء، الكورس الثاني الوحدة الخامسة. أعزائي الطلاب، مثل ما تعرفون بالنسبة لي الفوكابيلاري معاني المفردات، بالبداية عندنا هذا التيبل جدول، هذا أيضا جدول، طبعا هذا الجدول يخص معاني المفردات باللغة العربية، مثل ما تلاحظون هنا عندنا هذا الحقل word الكلمة وهنا meaning المعنى، أما هذا الجدول فيخص المعنى في اللغة الإنجليزية وبعد ذلك المعنى في اللغة العربية. مثل ما تلاحظون هنا أنا الحقل word، هنا أنا synonym يعني المعنى باللغة الإنجليزية وبعدها المعنى باللغة العربية. lighthouses معناها منارة، منارة اللي تعطي ضوء عند البحار والأنهار، تعطي ضوء كعلامة إلى السفن. أما drums فمعناها دمامات، damascus معناها دمشق عاصمة سوريا، flag معناها علم، signals إشارات، pigeons معناها حمامات، و horse حصان، و smoke يدخن. أما كلمة depressed فالمرادفة لها هي sad ومعناها بالعربي هي مكتئب وحزين. glad مرادفتها ران معناها يجري أو يركض. cautious مرادفتها careful ومعناها بحذر أو بعناية. هذا فيما يخص المعاني المهمة للكلمات المهمة في الوحدة الخامسة. ننتقل إلى حلول التمارين المهمة التي تخص معاني المفردات. مثلا Unit 5 1AB64، هذا هو جواب التمرين الخاص بمعاني المفردات، صفحة 64 في كتاب النشاط. منطوق التمرين أو منطوق السؤال يقول complete the sentences with the correct words from the box. عندنا هنا هذا المستطيل بخمس كلمات، وعندنا تحت هذا المستطيل خمس جمل، احنا لازم نكمل هذه الجمل بهذه الكلمات لكي تكون متناسقة في المعنى. الكلمات هي lighthouses ومعناها منارة لتعطي إضاءة، وsignals إشارات، ودrums الدمامات، وpigeons الحمامات، وdamascus اللي هي دمشق. Number one, in Africa people use Farah to send message. يعني في قارة أفريقيا الناس شنو يستخدمون حتى يعطون رسائل لمواضيع أو أشياء معينة؟ يستخدمون الدرامز الدمامات. Number two, the capital city of Syria is Farah. يعني عاصمة سوريا شنو هي؟ دمشق. Number three, Farah warn ships of danger. هنا شنو هي اللي تحذر السفن من الأخطار؟ أكيد هي اللايت هاوسز اللي هي النار اللي تعطيها إضاءة كعلامة للتحذير. Number four, Farah can fly from Cairo to Damascus. يعني شنو اللي يستطيع الطيران من القاهرة إلى دمشق؟ أكيد هو بيجنز الحمامات. Number five, smoke Farah can send messages. هنا شنو اللي نستطيع عن طريقه نعبر بأنه التدخين مضر أو ممنوع؟ أكيد هي signals العلامات أو الإشارات اللي تخص السموك اللي تخص التدخين. هذا فيما يخص جواب هذا التمرين.
ننتقل إلى تمرين آخر Unit 5 Lesson 5 AB 71 Exercise A. هذا هو جواب تمرين A صفحة 71 في كتاب النشاط الخاص بمعاني المفردات. طبعا هذا التمرين هو عبارة عن مرادفات أو شرح للكلمات مثل ما راح نلاحظ. Number 1 The opposite of last يعني يريد من عندنا المعاكسة مال كلمة last اللي هي آخرا أو أخيرا، أكيد هي كلمة first أولا. Number 2 Verb from the noun invention شنو هو؟ الجواب invent، يريد من عندنا فعل من شنو؟ الاسم invention. هاي invention معناها دعوة، يريد من عندنا نستخرج فعل، أكيد هو الفعل invent اللي هو يدعو، يعني فقط احذفنا I O N من نهاية الكلمة، تحولت الكلمة من اسم إلى فعل. Number 3 A large boat ship سفينة كبيرة نطلق عليها ship. Number 4 The next year the following year يعني the next year السنة التالية، نقدر أيضا نقول the following year السنة التالية أو الآتية على اعتبار next و following هي مرادفات يعني تعطي نفس المعنى. Number 5 How far one place is from another يعني ما هو البعد من مكان إلى آخر، شنو نطلق عليه البعد من مكان إلى آخر؟ distance معناها المسافة. ننتقل إلى تمرين آخر Unit 5 Lesson 5 AB 71 Exercise A. هذا هو جواب تمرين B صفحة 73 في كتاب النشاط الخاص بتعاريف الكلمات. عندنا هنا مجموعة من الكلمات لأربع كلمات، راح نعطي هذه الكلمات تعريف. طبعا هذا من التمارين المهمة لأن في مرحلة الثالث متوسط راح عندنا هواي تمارين وهواي مواضيع تخص التعاريف، لذلك حتى الطالب يتدرب عليه من هذه السنة للسنة القادمة لازم يركز عليه. Number 1 A building that has many hundreds of books البناية التي تحتوي المئات من الكتب شنو نطلق عليها؟ library مكتبة. Number 2 A building where you can keep money البناية اللي تقدر تحفظ بها النقود شنو نطلق عليها؟ bank البنك. Number 3 A book that gives you the meanings of words الكتاب الذي يعطيك معاني الكلمات شنو نطلق عليه؟ dictionary قاموس. وأخيرا number 4 something to read that you can buy every day يعني شيء ما تقرأ تستطيع أن تشتري كل يوم شنو هو؟ newspaper اللي هو الجريدة. هذا فيما يخص هذه التمارين التي تخص موضوع معاني المفردات، وهذه التمارين جدا مهمة ومطلوبة في الامتحان، لذا يجب التركيز عليها وحفظها. ننتقل إلى فقرة spelling اللي هي الإملاء للوحدة الخامسة. طبعا هنا بالبداية عندنا الاختصارات، هنا هذه الكلمات مختصريها بحرف أو أكثر من حرف حتى نعبر عن هذه الكلمة، مثل ما تلاحظون بين قوسين هو الاختصار وبعدها سهم وبعدها تأتي الكلمة التي تدل على هذا الاختصار. مثلا حرف N ويا نقطة دوت، طبعا هذه النقطة دوت اللي هي الفول ستوب شرحناها في موضوع التنقيط وقلنا عليها بأنها تأتي مع الاختصارات، وهنا هسه اجتنا مع الاختصارات. هذه تعبر عن أن هناك عدة أحرف انحذفت من الكلمة، بالتالي أخذنا فقط أول حرف من كلمة noun هي معناها اسم وعبرنا عنها بهذا الرمز. أما V فهو يعني لنا كلمة verb اللي هي فعل، A D J معناها adjective الصفة، ADV adverb مفعول به أو هنا الظرف، pronoun عوضنا عنها PRON اللي هي الضمير. زين PREP اللي هي preposition حرف جر، و C O N J
اللي هي تعبر عن كلمة conjunction أداة ربط. عندنا هنا معاكسات أيضا، last معاكسة مالتها first، last أخيرا أو آخرا، معاكستها first أولا أو الأول. invention هذه هي يمها هذا الرمز، يعني تعني أنه invention هي noun اسم، بعدها تحولت إلى invent ويمها هذا الرمز اللي هو رمز ال V اللي هو دلنا على أنه هذه الكلمة verb فعل. ship تعطينا معنى ثاني اللي هي large boat يعني سفينة كبيرة. ونكست أيضا ترادفها بالمعنى كلمة following الآتي أو التالي. نأتي إلى جواب هذا التمرين unit 5 lesson 9 AB 73 exercise A. هذا هو جواب تمرين A صفحة 73 في كتاب النشاط حول كتابة الحروف المفقودة اللي هي نسميها missing letters لكل كلمة. طبعا هذا مر علينا هواي هذا النوع من التمارين، بالتالي هنا يريد من عندنا نعوض مكان الحروف المفقودة لكل كلمة. number one message، طبعا هنا الحروف المفقودة باللون الأحمر double s passive، أيضا الحروف المفقودة واضحة باللون الأحمر double s. number three possible، أيضا الحروف المفقودة double s. number four satellite، الحروف المفقودة هي double l. number five traveler، أيضا الحروف المفقودة double l. number six speech، الحروف المفقودة هي double e. number seven screen، الحروف المفقودة هي أيضا double e. وأخيرا number eight look، والحروف المفقودة هي double O. نأتي إلى unit 5 lesson 3 AB 65 exercise A. هنا جواب تمرين A صفحة 65 في كتاب النشاط حول أدوات الربط وحروف الجر والضمائر. هذا التمرين عبارة عن جدول، في كل حقل يعطينا مرة أداة ربط conjunction، الحقل اللي بعده يعطينا حرف جر preposition، والحقل اللي بعده يعطينا pronoun اللي هو الضمير. هو صاير على شكل فراغات طبعا في كتاب النشاط، احنا هنا حالي جاهز للطالب حتى يستطيع بسهولة ان يحضر. أداة ربط or معناها او، قابلها حرف جر across الجانب الاخر، وشي اللي هي ضمير الفاعل. أداة الربط and معناها و، قابلها حرف جر under تحت، ويقابلها ضمير المفعول به اللي هو me. أداة الربط but معناها لكن، قابلها حرف جر above أعلى، ويقابلها ضمير المفعول به اللي هو him. أداة الربط so معناها بالتالي أو على نحو آتي، لها هواي طبعا معاني، يقابلها حرف جر اللي هو إن ومعناها في، وأيضا يقابلها حرف جر اللي هو العفو ضمير اللي هو them وهو ضمير مفعول به لضمير الفاعل they. أخيرا عندنا أداة الربط when معناها عندما، قابلها حرف جر at على، أيضا لها هواي معاني أو على نحو، وهنا عندنا يقابلها ضمير الفاعل اللي هو يو، وممكن أيضا نعتبره ضمير مفعول به على اعتبار أنه ضمير الفاعل يو هو نفسه ضمير، يعني نفس شكل الكلمة لا يتغير بها شيء، ضمير مفعول به. هذا فيما يخص تمارين والمواضيع التي تخص فقرة الإملاء، وكلها مهمة ومطلوبة من الطالب، منها مهمة في الامتحان النهائي. ننتقل أخيرا إلى موضوع الضمائر اللي هو البرونامز. طبعا هذا الموضوع هو موجود في يونت 1 ويونت 5، احنا نخليه في بداية الكورس الأول في يونت 1 وفي بداية الكورس الثاني اللي هو يونت 5، واحنا وضحناه سابقا مقاطع فيديو سابقة، لذلك راح نشرحها بشكل سريع حتى نذكركم به. مثل ما تعرفون عندنا ضمائر الفاعل اللي هي subject pronouns، وتقابلها ضمائر مفعول به اللي هي object pronouns، وتقابلها possessive adjectives اللي هي صفات التملك،
وأيضا تقابلها possessive pronouns اللي هي ضمائر التملك. فهنا كل ضمير من ضمائر الفاعل يقابل أشكال عديدة من الضمائر المختلفة، مثلا الضمير I يقابل ضمير مفعول به me وصفة تملك my وضمير تملك mine. ضمير الفاعل هي ومعناه هو قابل ضمير مفعول به him وصفة تملك his وضمير تملك his. ضمير الفاعل she للمؤنث ومعناه هي يقابل ضمير مفعول به her وصفة تملك her وضمير تملك hers. ضمير الفاعل it ويستخدم لغير العاقل قابل ضمير مفعول به it وصفة تملك its وضمير تملك its. ضمير الفاعل اللي هو you معناها أنت وأنت وأنتم، هنا يقابل ضمير مفعول به you وصفة تملك your وضمير تملك yours. ضمير الفاعل اللي هو they معناها هم يقابل ضمير مفعول به them وصفة تملك their وضمير تملك theirs. أخيرا ضمير الفاعل we معناه نحن يقابل ضمير مفعول به us وصفة تملك our وضمير تملك ours. طبعا هذه الضمائر مهمة وهي من أساسيات العفو اللغة الإنجليزية، بالتالي مهم حفظها للطالب. إلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم التي كانت تخص موضوعي vocabulary معاني المفردات وموضوع spelling الإملاء للوحدة الخامسة. المطلوب من الطالب هو حفظ كل ما تم شرحه وكتابته في الدفتر لأنه مهم في الامتحان، بالتالي واجب حفظه. تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح، وشكرا جزيلا لكم.